مرحب مرحب يا رمضان بقدومك تحلو الأيام ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب مرحب مرحب يا رمضان بقدومك تحلو الأيام ويطيب لنا فيه. هذا هو فانوس رمضان في غزة. هذه الفوانيس التي صنعت من الورق، يعني كما تشاهدون هي ليست مضيئة وليست حقيقية، ولكن يحاول هنا الأطفال في مدينة رفح بمحاولة أن يقنعوا أنفسهم أو أن يسعدوا أنفسهم بأي شيء. لا يوجد أي معالم لاستقبال شهر رمضان في ظل هذه الحرب القائمة، في ظل الظروف القاسية أيضا. نحاور الطفل الذي صنع هذه الفوانيس بنفسه من الورق ويبيعها ليسعد الأطفال. محمد تمراز من رفح حي السلطان، أهلا وسهلا يا محمد. محمد احكي لي كيف صنعت هاي الفوانيس. من بجيب الدفاتر وبنعمل هذا، بنعمل من تنين زي هيك، بس نصل اللي بدنا إياه بنربطه وبنزينه وبنبيعه يعني بأسعار قليلة لنسعد الأطفال في رفح. كم قديش بأخذ معك وقت وانت بتشتغل هاي الفوانيس؟ بده أقل شيء يمكن 3 ساعة عشان تربيط وهذا، وبعدين بننزل على الشارع بنبيع عشان نسعد الأطفال في مدينة رفح. طيب محمد احكي لي، انت شايف هاي الفوانيس زي فوانيس كل سنة؟ لا. طب احكي لي ايش بتختلف؟ هاي هذيك مضيئة وكانت تسعد أطفال في رفح وما كانش في حرب، هذه يعني مصنعة من الورق وليس الحقيقية. ايش اللي خلاك من يعني من هيك من حالك تعمل هاي الفوانيس؟ لنسعد الأطفال في رفح ونوصل صوتنا البلاد لبرا. طيب يعني لو أجى رمضان ولسه الحرب موجودة، يعني كيف حيمر علينا؟ حيمر علينا أيام يعني كتير حزينة وسيئة. شو نفسكم؟ نعيش بأمان ومن غير حرب. يعني بالفعل مشاهدينا الكرام، يعني هذه الفوانيس التي استطاع الطفل أن يصنعها ليسعد الأطفال. نأمل يعني أن تكون هناك فوانيس مضيئة أو شمعة مضيئة لكي تسعد الأطفال هنا أو يبتهجون كما كان رمضان بطقوسه وبأجوائه أن تزين الشوارع والحارات، ولكن حال الناس هنا مؤلم جدا وخلفي عدد من خيام النازحين، وكما يبيع هذه يعني الفوانيس في الشوارع وفي الطرقات ليسعد الأطفال بأسعار قليلة جدا، وكما أشاهد الأطفال وهم يسعدون هم يحملونها ويأملون أن تنتهي هذه الحرب القاسية وأن يعودوا لمنازلهم.